بخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا. انا عايزة اشكركم، عايزة اشكر مصر اليوم مبدئيا للاستفتاء الكبير اللي عملته، وعايزة اشكر الجمهور اللي صوت لي، لانه حقيقي دي من اغلى الجوائز على قلبي واهمها الحقيقة اللي بتيجي باستفتاء الجمهور. فيا رب دايما تبقوا بتتفرجوا وبتتابعوا، ويا رب ابقى قادره دايما ان انا اقدم الحاجات اللي تبسطكم. بجد ميرسي قوي قوي قوي، يعني حقيقي يعني وسام على صدري. احنا بنعمل فيلم الورشه، هي تجربه جديده من نوعها. انتوا يعني حظنا ان انتوا كنتوا معانا النهارده في اول يوم تصوير. هي فكره ظريفه قوي، لان هي من اجواء الوسط الفني، يعني هي يمكن قريبه جدا ليا بتفاصيلها وبحالها واجواءها وكده. هو اخراج استاذ محمد حمدي وتاليف استاذ حسام موسى. معانا نضال الشافعي، ومعانا حمزه العيلي، ومحمد جمعه، ودكتور احمد حلاوه، واستاذه حنان سليمان، ومعانا ناس كتير، انا مش عايزه انسى حد يعني. بس الحمد لله الكاست لطيف قوي، وانا مبسوطه معاهم جدا، ويا رب التجربه تنجح يا رب. والله المسلسل كان كل كواليسه حلوه، لانه الكاست كان حلو، ولانه استاذ ياسر سامي المخرج كان عامل روح لطيفه جدا، وكان مختار ناس بعنايه شديده، فكنا بنستمتع تمثيليا وانسانيا وكل شيء. وكمان المشاهد كانت لطيفة وممتعة فنيا قوي قوي قوي. فالحقيقة ان احنا اتبسطنا في النهاية جدا، والحمد لله ربنا كرمنا بالنجاح. الحمد لله.